أعطيك مثال، مثلا اللاعب السابق ربح مجال كثير يتحدث على أنه الشخص الأنسب لرئاسة الاتحادية مكان السيد محمد راوراو. هل ترى في ربح مجال الرجل الأنسب لرئاستها لرئاسة الاتحادية الجزائرية؟ نو انا شوف رابح ماتجا، انا نعرفه كلاعب، لاعب كبير ولاعب دولي وراح الاحتراف ونحترمه بزاف، وكلاعب كنت نبغيه بزاف حقيقه. بصح كمسير اتحاديا نظن باللي قبل واش قلت لك لازم توفري فيك الاولى، اولا توفري فيك الشروط، تكون عندك علاقات خارجيه، تكون عندك شخصيه، تكون عندك مبدأ، وتكون تسير انت كلاعب. نظن باللي تسير بعيد عليك، بعيد بكل بعد. هو كان مسير عندها 30 سنه ولا 40 سنه على حسب المعلومات اللي عندي. كان هو مسير فريق اتحاد العاصمه في سنه نظن 1980 ولا 1900، هذاك السنه. هو كان مسير تاع وسائل الاعلام، الاشهار والاشهار والاشهار. وهذا المتسير لازم لك اكسبيريونس، لازم خبره، ولازم تقرا باش تكون مسير، باش تكون اداري. هو ينتقد الحاجه وراوا انتقادات ما عندها حتى علاقه بالمنصب، راح بعيد، شو راح بعيد شويه. اكيد البعض قال بانه مصلحه شخصيه، قال بانه مصلحه شخصيه، يعني في ربح ما جرح. حتى نقولها بصراحه، اكيد نحترمه كلاعب سابق، كاسم كبير في كره القدم الجزائري، لكن البعض يقول بان ربح ما جرح ينتقد مثلا عبد محمد راوراو لمصلحه شخصيه فيما بينهم. نقول لك نعطي فكره، لو كان ماتجار انتقد ليكنز، لو كان دروك في الاستوديو راني مع ماتجار. دروك انا كنت تعطيني سؤال تقول لي انتقد ليكنز، نقول لك وي عنده الصح. بصح كي راه واحد الاداره وماتجار، العلاقه تاع ماتجار بالاداره وين راهي يعني؟ عمره ما حكم اداره، عمره ما انا واش بغيت ماتجار؟ انا بغيت ماتجار على التيران يخدم كاش فرق وطنيه، فرق في افريقيا ولا نادي من الجزائر، ويبين عنده بلي عنده كفاءه كيما لاعب منات، كيما شحال كيما فرقان. وقالت بلي راوراو حطم لي المسيره التدريبيه تاعي في تصريح. كي نهضروا على التحطيم، كي تقول لي انت يا حطم لي راي الاخر، انت حطم لك المسيره كمدرب. هو انت كنت مدرب المنتخب الوطني الجزائري وخفقت في المسيره تاعك، كاين بديل. بصح انا حطمتني كلاعب، ها المشكل. انت نجحت كلاعب بصح انا ما خليتنيش ننجح كلاعب. كيفاش نهضروا على الناس وننساو الناس اللي نعطيك انا الاسماء؟ وانا اود الحديث عنه. البعض يقول بانه ربح ماجير الذي يتحدث عن لاعب المحلي الان، قالوا باللي في وقته كي كان مدرب تاع المنتخب الوطني همش مثلا مزوار ورحلي، نعطيك اسماء. انا لما تقول لي اسماء كثيره همشها، نعطيك ميزاير، نعطيك بورحلي، باجي، نعطيك عباسي تاع النابه، نعطيك باجي، هادو من المستوى عالي. طيب انا نقول لك، ما نعطيك بالقايد، نعطيك سياسين سلاطني، هادو لاعبين، هادو دي تيتولار فرق تاعهم، مؤثرين في النوادي تاعهم، وكانوا قادرين يروحوا بعيد في المنتخب الوطني. اكيد. ويقال بانه جلب انذاك لاعبين مغمورين من القسم الثاني الفرنسي انذاك لما كان يشرف على الفريق الوطني، امثال ربما مونيري، اسماء كثيره لا استذكرها حاليا. لو كان جاب من البروفيسيونال ديفيزيون دو كيما تقول، بالك نقولوا ان بروفيسيونال عنده عقليه احتراف وكاع، جاب لاعبين من البطوله الوطنيه الجزائريه ما عندهم حتى علاقه وما ندخلش مواتهم، غادي يكون تخلص موالتهم، سي لا كاتاستروف. جاب لاعبين ما لازمش يكونوا في الفريق، وخلى لاعبين اللي كانوا لازم يكونوا في الفريق. علاش هذه السياسه نتاعه؟ ولكن ما نجحش. لكن هو يطالب الان باللاعب المحلي، لماذا لم يعتمد على اللاعب المحلي لما كان مدرب؟ السؤال يبقى مطروح. انت كي كنت يعني بورحلي في زمانه احسن مهاجم في الجزائر، بورحلي يعني اساسي فوق العاده في المنتخب الوطني من المفروض. الميزاير يهضر عليه سي عبد السلام، انا ماشي من اختصاصي، انا كنت من احسن، كنت احسن لاعب في الجزائر في هذاك العام وقتها. هو بن عبد الله كان احسن، كنت احسن لاعب في الجزائر، وكانوا لاعبين ثاني تاع النابه تاعنا عباسي، وكانوا عده لاعبين. بصح انا مانيش نهاجم فيه، باسكو بصح ما يقولش باللي حطم لي المسيره تاعي،
المسيره تاعي. انت صايي كملت الكارير تاع كارير كبيره ونهضروا غير بيك باسكو انت لاعب كبير ونهضروا لنا بصح صايي دوك كي درت كارير الفوتبول في التيرا واحد التدريب نتمنى لك نجاح بصح انت عاده انا كنت صاير وديجا كان عندنا الماتش اميكال افيك ليكيب دو فرنسا شكون ما يبغيش يلعب مع ليكيب دو فرنسا شكون وين يعطيني انا ذاك سيدا نسمع تقيله في المنتخب بالك من هذاك الماتش انا بالك ندير كارير بروفيسيونال بالك ندير كونتر بروفيسيونال وموها جيست ابري افيك مع لا بلجيك درنا ثاني 0-0 مع لا بلجيك ما لعبش المباراتين ما لعبش في لي دو قدمنا مستوى ما مع فرنسا ما ومع لا بلجيك ما عرفناش ليكيب واش غتلعب لا تدافع ولا تهاجم ما فهمناش ليه كي تبقى وسمعها سمعناه كاع في التلفزيون قاعد يقول باللي واللي باقي 3 مينوت ولا 2 مينوت كيفاش الماتش اميكال لازم تلعب اللعب نتاعك وتشوف النقائص نتاعك والايجابيات باش تقيم الفريق نتاعك باش تتقدم انا والله ما راني كونتر ماتجير والله العظيم لانه صارت لك معاه انت مشكله مشكله غير ماتجير ما كان معاه صار تكنيك ثاني صارت لي معاه ابار كاوان يعطيه الصحه هو اللي جا دار لي المورال هذيك هي اللي حطمت لي لاكاريير تاعي هذيك هي اللي هذه هي اللي ردتني بالك تقول بالك رجعتني ضول سنين يعني حطمت لك المسيره كنت قادر بالك من هذيك المحطه تروح البعيد كنت في مشوارك الكروي كنت طالع في الباب النجاح صحيح كنت yeah. هو ديك عندي ديكلاراسيون تاع جورنال قال لهم راني كان جاي مقاطر قال لهم راني باغي نشوف مزوار كيف يلعب وجا شافني وعيط لي استدعاني المنتخب الوطني هو اللي استدعاني المنتخب الوطني وصارت لي المشكله انا نولي لك المشكله البروبليم اللي قالها هو يقول لك حطم لي الكارير تاعي نو نو سي ماتجا نو نحترمك انا كلاعب ونبغوك وكاع حنا كاع دي زالجيريان انت كي كنت تلعب كنت قاعد تبعوك 90 ديت كوب دافريك كاع الناس قاعد تتبع فيك بصح ما نجحش كمدرب تم الاقاله تاعك وجاب مدرب واحد اخر والمنتخب الوطني ها يمشي بصح اللاعب مادام المنتخب الوطني يمشي واللاعبين يروحوا جهاد يروح كيما المدربين كيما حنا في 3 شهور درنا 4 مدربين يا كات اونترينور في 2 موا ولا 3 موا كيفاش نتايا انت خلاوك الفرصه باش تخدم ولعبت كونت ليكيب دو فرونس ولعبت كونت ليكيب كونت لا بلجيك كيما قال بلومي لا دانيير فاتت معاه قال لي ما نجحناش قال لي انا وفرقاني ما نجحناش ماتش مع بن صوله ما نجحوش سنجا الاخر نتاعنا سنجاق مع حميمي الله يرحمه وجدوي ما نجحوش جا الاخر سعدان ما نجحوش كذلك نقدر اللي دار ريزولتا اللي دار ريزولتا كيحل وسيتش لا واحد دوزيام تور كوب دي موند والحاجه اللي نتاسفوا عليها بزاف جول كيف اللي ما كملش مع المنتخب الوطني هذا هو هذه هي الخساره تاع المنتخب اللي انا نخلصوا فيها هذا هو هذه كنا صراحه هذا اللي درناها انا نخلصوا فيه مع الاليميناتور تاع كوب دافريك هادي وحنا اليميني للكوميتو هي تفضل شيخ هي عرفت كل ما تقوله صحيح انا نشهد عليك في التعليم كارير كبيره انا كنت مع كما يقول لك المحبين تاع انا كنت حارس مرمى كي تلعب وتلقى عرفات يلعب ضدك ولا كنا نديروا له الف حساب نشهدوا عليك بليله بصح نظن عرفات ندخلوها تصور ندخلهم في المكتوب وندخلهم في القدر خير كما يقول لك عسى وان تكرهوا شيئا ويكون خير لكم دونك منزيد على عرفات باسكو عرفات قال واحد دخل في واحد الاخر كاع ني عارف شويه عارف راهي في قلبها حرامي وتعرفوا بلي عارفه شويه حامي وكاع ونعرفها كي دايره انا باسكو انا زميلي وصاحبي وكاع عندها قلب ابيض ما يكونش قلب حقوقي انسان مؤمن ما يكونش هو يقول الهضره كي تشوف يتكلم فيها شكون راه حار بصح كون نشوفها بلي انسان مسامح نضيف حاجه على الاخر كيما يقول عرفات هذوك اللاعبين الدوليين تاع 82 خبره كفاءه كلشي علاه ما يديروش شغل ما يعاونوش الفريق الوطني بالاكسبيريونس تاعهم ومدوا حلول ومدوا رانا نشوفوا الحلول مدوا حلول تاعكم ما كانش الاستقبال عند رئيس الاتحاديه نقولوا بالك رئيس اتحاديه اناني ويعمل روحه البيبان راهم كلشي مفتوحين هذا الشيء يا سي عبد السلام والكلام على بالكش هذا الشيء اللي يعيبوا عليه جوستومون أيوة. هذا الشيء اللي يقولوا هما باللي اسم الابواب مغلوقه علينا احنا البارح كنا في عنابه
وكانوا لي زوتوريتي لوكو دو نيفو عالي ميم برلمانيين وكاع يقول لك البيبان محلولين محلي فريق وادي تاع 82 تقول لي مسكر هذه امبوسيبل تلك رابح ماجر ولا الخضر ولا بن شيخ ولا علي فرقاني ولا قندوز ولا انسان الخبره تاعهم والكفاءه تاعهم بالك تجم تفيد الفريق الوطني يمدوا مشاريع يمدوا مشاريع يحطوا كاين انطاب كل واحد من المشروع تاعه وكاين تحاليل والراي هنا لما لكن الرئيس رفض هذا الاخر نقولوا الرئيس راه اناني حطوا صوالحكم والفريق الوطني كما يقول لك فائده الجزائريين كلها فريق الجزائر كله انا فكره تاعي قلتها والعود نقولها منا اليوم نقول لك انا يا مدابية ان يكون مدرب كبير ويكونوا لي زادجوان من الجزائر المدربين من الجزائر باش يتعلموا معاه ودي كونسي واحد اخرين من الجيل 82 من الجيل 86 باش من الناس من برا ما تجيش تهضر تقول لك لا يخدم وحده من 82 86 90 2000 ويجيبها مصطفى عندنا اطارات عندنا اطارات تخدم كاين مصطفى كاين عندنا الخضر عجالي عندنا عمروش تاع الاخر عنده الاكسبيريونس في الافلام لا نسميو باسكو كاين عندنا اطارات عندنا اطارات كاين كاين مناز من معليش هادو كاع خوتنا وصحابنا ولعبنا كاين جمال مناد كاين يقدر يكون علي فرقان يقدر يكون الخضر باللومي يقدر يكون حفيظ تصفاول يقدر يكون خير الدين ماضوي يقدر يكون ماضوي يقدر يكون زوغان يقدر يكون بلعتوي شريف الوزاني يقول بن عبد الله لونتينا دي غارديا اللي مازال ما الفرصه ما عطاوهالاش كاع لي غارديا تاع الجزائر اللي لعبوا في المنتخب الوطني كاع راحوا دربوا المنتخبات الوطنيه الفئات الصغرى والكبرى ما عدا بن عبد الله اللي كان حارس كبير وعمرها ما دخل في ستاف تكنيك لي في جون لي في السينيور على ما لقيتش فرصه هذا تاني هذا هو المشكل تاعنا دروك راهي صعيبه دروك تفضل شيخ ودروك دروك الوقت الحالي ولات اصعب لاختيار المدرب كي هاد كثره الانتقادات وكثره الكلام والقيل والقال ولات صعيبه باش تروك رئيس الاتحاديه يتخذ قرار من ناحيه المدرب هذه صعيبه وهذا الوقت المناسب والجزائريين يكونوا على كلمه واحده من كما قال اللاعبين القدماء 82 86 حتى 2000 ويمدوا الاراء بناء باش يخيروا مدرب مناسب للفريق وجيد اللاعبين راهم في ضغط كبير والتصفيات راهي قريبه باش تصنع فريق وطني كما كان في 2010 و 2014 هي صعيبه انا نقول لكم باللي راهي صعيبه بالضغوطات تكون نكونوا نقولوا توصل الفريق قريب الويتيام دو فينال قريب تاهلنا مع الالمان يولي سليماني ما يعرفش يلعب يولي محرز ما يعرفش يلعب يولي بن طالب ماهوش جوار وغلام ماهوش حشمو شويه وحاجه فنيه ولا ما نقولوش باللي هاد المشاكل اللي طحنا فيها تاع فاغولي وخال مجاني ابعاد تاع هادو علاش ما نقولوش اللاعبين المستوى تاعهم على جال هاد البلاد جب لو كان كاين دي كونسي وستاف في المستوى بالك تكون عندنا نظره واحده اخرى على هادو لي دو جواب لا ما نقولوش باللي على جال هادو جواب تيليميني نو حنا اللي غايدتنا بزاف مزيه لي جينيراسيون تاع الدروك مازال جون بصح عرفات نحكوا تقنيه لكن مازال جون لكن البعض عرفات يطالب بتغيير ربما في التشكيلة الوطنية البعض يقول يجب أن نحافظ فقط على اللاعبين الذين يقدمون أداء شكون يطالب البعض يطالب شكون البعض هذا هو المشكل شكون البعض بعض لاعبي القدامى بعض المحللين بعض المنتقدين يطالبون بتغيير في التشكيلة الوطنية البعض يقول بأنه يجب يبقى فقط 7 أو 8 لاعبين لينشطوا في أندية كبيرة وليقدموا الإضافة للمنتخب الوطني وجلب لاعبين محليين يعني النواة تاع المنتخب الوطني تكون من اللاعبين المحليين إضافة إلى 7 أو 8 لاعبين محترفين لكن هذا الجيل الأغلبية في عمره 25 26 سنة يعني 26 سنة ستدفع لاعب الاعتزال دوليا ما تدفع حتى لاعب دوك اللاعب المحلي احنا مع اللاعب المحلي ولكن مع كاين لا لكن اللاعب المحلي لازم تكونهم ليس اللاعب المحلي حاليين يا سمير اللاعب المحلي باش باسكو اسكي لي كابابل دو احتراماتنا لكل لاعبين المحليين اصحابنا احنا اللاعبين المحليين مي كاين من الاغلبيه ما يقدروش هاني انا مدرب نقول لك ما يقدروش لا بدنيا لا تكتيكيا لا والو هاني مدرب على واش راني نهضر هاني نحلل في القنوات هاني نشوف المقابلات تاع ناسيونال اون مستوى ضعيف مستوى متدني بطولة ضعيفة ولي يبرز عبد النور بكري كانت صعيبة باش على الفريق الوطني من المحليين لازم دير 20 ماتش كونسيكوتيف باش يعيطولك دركا
دير ماتش واحد يعيطولك. كشكون اللي ما اخذش فرصة تعرف مع المحلين ولكن افرض نفسك شفناه اعطاهم لا شونس. انا مانيش ضد اللاعب المحلي ولكن اللاعب المحلي لازم يكون في مستوى البروفيسيونال باش يدي بلاصو. اللاعب المحلي صاي الثقة واحد له. نقول لك علاش واحد له ثقة. المدرب اللي يجي من ليطونجي يعتمد غير المحترفين. يقول لك انا هذا اللاعب المحلي واش يقول. انا في عقليته انا نقول لك عام وحالي عيطوا لي نصيبو مي وليش يخدم سيبو سمير. لكن حالي لوزيتش مثلا منح فرصه للاعبين المحليين. نعطيك مثال مثلا سليماني. نعطيك مثال سليماني سوداني بالكلام هذو لاعبين لحهم الفرصه. حالي لوزيتش نو بصح سليماني ما بغاش في البطوله الوطنيه الجزائريه. لا يعني سليماني لما شارك مثلا نعطيك مثال لما شارك في نهائيات كاس امم افريقيا 2013 في جنوب افريقيا مع المنتخب الوطني كان مازال في فريق شباب الوزداد 2013 وكان يلعب اساسي في المنتخب الوطني في كان جنوب افريقيا. سوداني كان غادر سوداني كان يعني بعد كاس افريقيا لعبت في جانفي 2013 هو في جانفي في جوان 2013 غادر نحو سبورتينغ لشبونه يعني بعد 6 اشهر زاد قضاها في فريق شباب الوسط غادر نحو كان هداف البطوله الوطنيه. يعني 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 حالي لوزيتش منح له الفرصه سليماني استغلها. عطاه فرصه لماذا لا يستغل اغلب انه نعرفوا بلي حالي لوزيتش كان يعتمد انذاك على لاعبين كثر محليين منح الفرصه العوديه كان يشارك بانتظام مع الفريق الوطني بالكالام سوداني لاعبين كثر شاركوا مع حالي لوزيتش وبعدها ذهبوا الاحتراف. كل مدرب عنده عقليه كيف يشوف هذا المدرب اللي جا صح محال عرفات يكون جوار بارز في البطوله الوطنيه ومريح وما يطول ما كاينش منها ما كاينش منها. افرض نفسك افرض نفسك ومام بي ديغاليتي كيما البروفيسيونيل ولا سمير. غطي عليه باش يدي بلاصه. اسكو يقدر بدنيا بارك الله فيك. نرجع للسؤال ملي كنت انا نصرع باللي تيك باللي ما نقدروش. شوف غلام في نابل انهار بدنيا ما قدرش فيه في كيفاش اللاعب المحلي اللي ما نقولكش من شي سيريو ماشي منضبط يقدر يلعب ماتش 90 مينيت كونت سينيغال ولا كونت تونس. شفنا المستوى في مباراه سينيغال كاميرون كان مستوى بدني عالي جدا.